معكم عبد الجليل بولكرون مدرب فريق فينيكس هو المقابله لعبنا فارق مع فريق المؤتمر من الريس وعنده عنده تجريب عنده لعيبات عندهم تجربه وحنا دوزنا معاهم مقابله في المستوى رغم واخا من ندخل القضية التحكيم رغم الحكم شويه تغاضى على بعض ضربة الجزاء ولكن هذه هي كره القدم بالنسبه للترتيب احنا الحمد لله هو كلاس ماشي ماشي تيشرف مدينه مراكش لانه الحكم ديال ديال اول عام للفريق في القسم الوطني الثاني هو ترتيب جيد شكرا تنشكركم بعد أهلاً الاستضافه السلام عليكم معكم نوره حركه عميده فريق فينيكس بالنسبه بالنسبه للمقابله بحكم اننا كنلعبوا مع اللي محتل المركز الاول واول تجربه لنا في الجوزيام سيري يعني قدرنا نسيروا المقابله واخا كيف قال المدرب ديالي المرتبه ديالنا ما كتشرفش مدينه مراكش بحكم ديال اننا حنا الخامسين ولكن كنتمنوا اننا نعطيو واحد المردود من هنا الماتشات اللي جايين ان شاء الله ونكونوا في المستوى ان شاء الله